باركلي يلعب الكرة إلى فيل جونز، رحيم ستيرلينج والتقدم من أمام ماريو غاسبار، سيس فابريغاس إلى غاسبار مرة أخرى، تعود والعودة، إرسال الكرة الأمامية إلى ألفارو موراتا إلى سيسك فابريغاس، سيسك يناظر يلعب الكرة الأمامية، خطرة جول 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 دي لا روخا، جولاتو دي ماريو غارسيا، هدف يأتي لمصلحة المنتخب الإسباني في الدقيقة 72، عالمي 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 عن طريق المدافع